يسأل هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي التراويح والتهجد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كانت إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة، أحيا ليلة بأي شيء يحييه؟ بالصلاة، بالصلاة، صلي معظم الليل أو كل الليل يصلي عليه الصلاة والسلام. فكان يخص العشر، كان في العشرين الأول يصلي وينام، فإذا دخلت العشر الأواخر لم يذق غمضا، كان يصلي يشد مؤزره ويوقظ أهله ويصلي صلاة طويلة كثيرة. ما هم مثلنا يروح ينام ويروح يأكل ويضحك. كان صلى الله عليه وسلم يتفرغ في العشر الأواخر لدراسة القرآن والتهجد، ويعتكف عليه الصلاة والسلام في المسجد، يعتكف ما يخرج لأجل يتفرغ للعبادة. لكن لما غلب علينا الكسل صار ما بيننا إلا جدال، هذه بدعة، التراويح بدعة، التهجد آخر الليل بدعة، هذا كلام اللي الكسالى اللي ما هم مصلين ويبدعون الناس ويكسلون الناس عن الصلاة.